بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، والعبادة المقصود بها توحيد الله سبحانه وتعالى، أي إفراده بها، وليس أن يعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى ويعبد معه إله أو آلهة أخرى. بذلك خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، وأودع الله عز وجل فيهم الفطر التي فطرها على توحيده سبحانه وتعالى، وبذلك أرسل الله عز وجل الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى بذلك الكتب، وبين ربنا سبحانه وتعالى أن من حقق التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أن يدخله الجنة، بل بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من حقق التوحيد، يعني استكمله من كل جوانبه، فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء في حديث حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أنا. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قلت: وما حدثكم الشعبي؟ قال: حدثنا عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، ثم رفع لي سواد عظيم، فقلت: هذه أمتي. قالوا: لا، هذا موسى وقومه. ثم رفع لي سواد عظيم، فقيل: هذه أمتك، وفيها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. وفي رواية: يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي رواية عند أحمد: ومع كل 70,000. ثم دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حجرته، فخاض الناس في ذلك،
فقالوا لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن أكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبقك بها عكاشة. هذا حديث عظيم فيه كثير من الفوائد التي ينبغي أن نلتفت وأن ننتبه إليها. فهذا سعيد بن جبير رضي الله عنه أحد كبار التابعين، والذين كان من إكرام الله عز وجل لهم أنه كان مستجاب الدعوة. قتله الحجاج بن يوسف الثقفي ودعا عليه قبل موته، فمات الحجاج بعدها بثلاثة أيام دن فيها كان يقول: مالي ولسعيد. وسعيد كان من تلامذة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا حسين بن عبد الرحمن كان تلميذا لسعيد بن جبير، وكان جالسا عنده، فقال سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يعني الذي انقض في الليلة الماضية، كوكب سقط من السماء، النجم الذي يرجم الله عز وجل به الشياطين. فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. الذي يسهر في الليل، وخاصة إذا كان من الصالحين، فإن هناك محمل واحد، وهو أنه قائم بين يدي الله عز وجل يصلي. ولكن هؤلاء الصالحين لا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فكان حسين بن عبد الرحمن قد لدغ، سواء كان ذلك من عقرب أو من حية أو من غيرها، وأن اللدغ كان صعبا عليه، فجعله ساهرا في الليل، فأراد أن يدفع توهم الناس أن يظنوا أنه كان قائما يصلي في الليل، فقال: أما إني لم أكن في صلاة، حتى لا يحمد بما لا يفعل. وهذا من حرص الصحابة والتابعين وتابعيهم من الصالحين على أنهم لا يلبسون ثياب الزور، أي أنهم لا يحبون أن ينظر إليهم على أنهم على عمل صالح كبير، وهم ليسوا كذلك، وإنما أراد الواحد منهم أن يكون في حجمه الطبيعي، وأن يتعبد لله سبحانه وتعالى بما في استطاعته، وألا يحب أن ينظر الناس إليه نظرة أكبر من حجمه. فقال حسين رضي رحمه الله، قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فقال له سعيد: فما صنعت؟ يعني بعد اللدغ فما صنعت؟ قال: ارتقيت، أي أنني طلبت الرقية، فرقاني أحد من هذا اللدغ. فقال: وما حملك على ذلك؟ وهذا فيه طلب الدليل، وأن الدليل من الدين، وأن العبد لا ينبغي أن يقدم على عمل ولا على قول إلا بعد أن يعرف له أصلا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يجوز له أن يبتكر ولا أن يخترع في دين الله سبحانه وتعالى، خاصة في الأمور الغيبية التي هي بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يعد أن هذا يخرجه من المرض، أو أن هذا يجلب له الرزق، أو أن هذا يكون مباركا أو يجلب له البركة، أو أن ذلك يدفع عنه الضر. فكل ذلك يحتاج ويفتقر إلى دليل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك سأله سعيد، سأله عن الدليل، فقال: وما حمل لك على هذا؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم الشعبي؟ قال: حدثنا عن بريدة بن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أنفع، لا رقية أنفع من العين والحمى، والحمى يعني اللدغ، فإنها تكون أنفع في ذلك، يعني أنفع ما تكون الرقية
إذا كانت من الحسد وإذا كانت من اللدغ. وهذه الرقية وهي التي تسمى بالرقية الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الرقى معظمها من الشرك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرقى والتمائم والتوله شرك، إن الرقى والتمائم والتوله شرك. والرقى هي العزائم التي يقرؤونها على المريض أو يقرؤونها على المسحور أو يقرؤونها على المحسود، فإن هذه معظمها من الشرك، لأنها تكون بغير كتاب الله عز وجل، بغير أسماء الله عز وجل وصفاته، وتكون بغير اللغة العربية وبما لا يفهم معناه، ويعتقد الراقي والمرقي فيها أنها تنفع بذاتها، فهذا من الشرك. أما الرقى الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليست فيها هذه الصفات، فدل هذا بمجيء هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة شيء يعلق في رقبة الزوج أو الزوجة للتقريب بين الزوج والزوجة، وهي من العزائم التي تكتب، وهي أيضا من التمائم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله عز وجل له. فالودعة تعلق لطلب السكون والراحة والأمن، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا عليه ألا يكون آمنا، ودعا عليه ألا يكون وادعا ساكنا إذا تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما يعلقه الناس لدفع الحسد من هذا الذي يعلقونه من الخمسة وخميسة وحدوة الحصان وغير ذلك، والخرز الزرقاء التي يظنون أنها تدفع العين. ومن ذلك قولهم: أمسك الخشب، فإن ذلك من الشرك والكفر كذلك، لأن هذه الكلمة التي تدعى أمسك الخشب أو touch wood بالإنجليزية، وهي أصلها معناها أمسك الصليب وليس معناها أمسك الخشب لدفع الحسد. فالخشب ماذا يدفع، بماذا يدفع هذا الخشب العين؟ فإنه لا فائدة فيه، وإنما مقصودهم في الغرب أمسك الصليب لكي يحميك من الحسد، وهذا فيه كفر بالله عز وجل وشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. فالناس يتخذون أشياء لا تجلب لهم نفعا ولا تدفع عنهم ضرا، بل هي تجلب لهم الضر باعتقادهم الفاسد وبتعلقهم بغير الله سبحانه وتعالى، وتعلق القلوب بمثل هذه الأشياء التي يضعونها، إما يعلقونها على البيوت أو يعلقونها في صدور الأطفال أو يجعلونها في أحجبة يعلقونها على صدورهم أو غير ذلك مما يفعله كثير من الناس، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا هو الشرك الذي يقعون فيه بتعلقهم بالتمائم والأحجبة والعزائم وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الرقى شرك، وفي هذا الحديث بيّن أن الرقية نافعة، بل ارتقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رقاه جبريل عليه السلام، ورقته عائشة رضي الله عنها، ورقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، ورقى الحسن والحسين، فدل ذلك على جواز الرقية. فتكون هناك رقية مثبتة ورقية منفية. أما الرقية المثبتة فهي رقية النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحسن والحسين ولأصحابه، ورقية جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سحر له. وهذه الرقية يشترط فيها أن تكون بأسماء الله وصفاته، وأن تكون كذلك باللغة العربية، وأن تكون بما يفهم معناه، وألا يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية تنفع بذاتها، وإنما تنفع بتقدير الله ومشيئته. فالرقية نوع من الدواء، كما أنك تتعاطى العقاقير الطبية أو هذه الحقن أو غيرها، فهذه قد يبرأ بها إنسان وإنسان آخر لا يبرأ بها. وكذلك الرقية مثل هذه العقاقير، هي نوع من الدواء،
قد ينتفع بها إنسان ولا ينتفع بها آخر، وذلك أنها قد تقع في محلها فينتفع بها صاحبها، وقد تقع في غير محلها فلا ينتفع بها صاحبها. فهذه الرقية تكون بآيات الله سبحانه وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرقي أصحابه فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رقى الحسن والحسين: بسم الله أرقيق من كل شيء يؤذيك، من كل عين حاسد الله ينجيك. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، وأحاذر حين يرقي نفسه يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وكان يقول: بسم الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. ويمسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المريض. وأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرقية لأصحابه، وذلك أن بعض الناس أرسلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سرية، فنزلوا على أناس في قرية فاستطعموهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد هذا الحي فأتوهم فقالوا: هل منكم من راق؟ قالوا: نعم، ولكن لا نرقي إلا بجعل. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فقام رجل منهم فقرأ عليه الفاتحة ومسح على لدغه، فقام كأنه نشط من عقال، يعني كأنه كان مكتوفا ثم حل قيده، فقام فنشط كأنه قام من عقال. فأكل بعض الصحابة من هذه الغنم، وبعضهم قال: لا، حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجعل اضربوا لي سهما، وذلك لإجازة أن هذا الجعل جائز على هذه الرقية، وأن هذه رقية. فدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جواز أخذ الأجرة على التداوي، وأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها رقية. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصاحبه ذلك، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ أي ما يدريك أن الفاتحة رقية؟ فهذه رقى بها وأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدل على أن الرقية نافعة من اللدغ، وكذلك نافعة من الحسد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرقي بها من العين. وكذلك الذي يرى أنه معيون، أي أنه حسد، فيجوز أن يرقي نفسه أو يرقيه غيره لدفع العين، أي لدفع الحسد عنه، أو أنه يأخذ من أثر ذلك الرجل فيضعه في ماء فيغتسل به أو يتوضأ، أو أن يأخذ شيئا من أثره، أو أن يغتسل هذا الرجل العائن إذا شك في أن رجل حسده، فإنه يجعله يغتسل أو يتوضأ ويأخذ بقايا مائه فيغتسل بها أو يتوضأ بها، فإن ذلك يدفع عنه العين. والعين حق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الله عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. وفي بعض الناس جعل الله سبحانه وتعالى قوة في العين، هذه القوة تجلب الشر لمن نظر إليه بغير أن يذكر الله سبحانه وتعالى، أن يقول ما شاء الله، أو أن يذكر الله سبحانه وتعالى عند النظر. فينبغي للإنسان إذا رأى شيئا جميلا، أو أنه رأى خير عند صاحبه أو عند صديقه أو إخوانه أو خلانه، ينبغي أن يذكر الله سبحانه وتعالى عند رؤية ذلك، وذلك حتى لا تعمل العين في حسد ذلك. والحاسد هو من يتمنى زوال نعمة الغير، وهذا جاهل مغفل، لأنه لا يستفيد شيئا. الحاسد يتمنى زوال نعمة الغير، أن تزول النعمة من غيره، يعني الذي نظر إليه، دون أن يكون له فائدة تعود عليه. وهذا يدل على أنه عنده كم من الحقد والغل والكراهية في صدره، لأنه يتمنى أن تزول نعمة الغير.
لو أنه تمنى أن يكون له مثله أو أزيد منه لم يكن ذلك حسدا، لم يكن ذلك حسدا، وإنما تسمى غبطة. لو أن الإنسان قال لو أن لي مثل فلان فأتصدق به وأفعل كذا، لو أن لي مثل علم فلان فأنفقه في سبيل الله فأحدث الناس وأعلمهم وأزكيهم وغير ذلك، فإن هذه تسمى غبطة وليست حسدا. أما الحاسد فهو يتمنى أن تزول النعمة من غيره دون أن تكون هناك فائدة تعود عليه، وهذا يدل على كم الحقد والكراهية الموجودة عند الحاسد. فعبد الله بن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، أي أن الرقية أنفع في العين أو الحمى، ودل ذلك على أن الرقية نوع من الدواء يعني يتداوى به الإنسان، نوع من الدواء يتداوى به الإنسان، ولكن ليست بالحتم واللزوم أن كل من رقيناه أنه يبرأ من هذا المرض. يعني لأن بعض الناس قد يقول أنا ارتقيت ورقاني فلان وفلان وفلان من الصالحين ولم أبرأ من المرض، هذا ليس بالحتم واللزوم أن يبرأ منه، لأن الرقية نوع من الدواء قد تنفع صاحبها إذا وقعت في محلها، وقد لا ينتفع بها إذا وقعت في غير محلها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. قال سعيد بن جبير قد أحسن إلى من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني الإنسان إذا كان عنده دليل على فعله فوقف عنده، أي وقف عند هذا الدليل وعمل به من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أحسن. ولكن حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، ثم رفع لي سواد عظيم فقلت هذه أمتي، فقيل لا هذا موسى وقومه، ثم رفع لي سواد عظيم فقلت هذه أمتي، فقيل هذه أمتك وفيها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أظهر الله عز وجل له وكشف الله سبحانه وتعالى له عرض الأمم يوم القيامة. فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء، وكل نبي يأتي مع قومه يوم القيامة، كل نبي يأتي مع قومه يوم القيامة. فرأى النبي ومعه الرهط، والرهط هم الجماعة من الرجال من 3 إلى 9. فرأى الجماعة النبي ومعه الرهط يعني مجموعة من الناس، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. وهذا يدل عباد الله على أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى ليس مطلوبا منه أن يغير قلوب العباد من الكفر إلى الإيمان أو من الضلالة إلى الهدى، أو أن يحول الناس من الفساد إلى الصلاح، وإنما المطلوب من الداعية أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويبلغ الحق إلى الخلق، أن يبلغ الحق إلى الخلق وأن يرشدهم وأن يدلهم، كما قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل على الصراط المستقيم وتبينه وتوضحه، فيبين الحق ويبين الباطل ويدعو الناس إلى الحق وينهاهم عن السير في الباطل. هذا هو المطلوب من الداعية، ليس عليك هداهم. الذي ليس عليك من الهدى هو تحويل القلوب من الكفر إلى الإيمان، أو تحويلها من الضلالة إلى الهدى، فإن ذلك ليس بيد أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وإنما هذا بيد الله سبحانه. فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فالعبد يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، وذلك إذا أراد الله سبحانه وتعالى هدايته فيشرح ربنا سبحانه وتعالى صدره. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا،
كأنما يصعد في السماء. فتحويل القلوب ليست بيد الداعية وليست بيد الأنبياء ولا المرسلين، وإنما بيد الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك فينبغي أن ينظر الداعية إلى وظيفته وإلى الواجب المنوط به والمكلف به، وهو دعوة الناس وبيان الحق وإبلاغ الناس بهذا الدين. وذلك الأمر يتطلب منه أن يعيد الكرة مرة ومرتين وثلاث، وأن ينكسر على المدعو ولا ييأس من ذلك ولا يقنط، ولا ينظر إلى النتائج هل تحققت أم لا، لأن النتائج ليست بيده، وإنما ينظر إلى نفسه هل قام بالواجب الذي عليه أم لا. ونحن نرى في نوح عليه السلام هذا الأمر واضحا جليا، في أن نوح اعتذر إلى ربه سبحانه وتعالى، مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله، ما آمن معه إلا قليل، وقيل كانوا 8 وقيل 12 رجلا وامرأة آمنوا بنوح عليه السلام في زمن طويل، 1000 سنة إلا 50 عاما. فنوح عندما اعتذر إلى الله سبحانه وتعالى بينا ما كان واجبا عليه فأداه. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فبين نوح عليه السلام أنه استخدم كل الوسائل الممكنة والمستطاعة في الدعوة إلى الله عز وجل، فدعا في السر ودعا في العلن، دعا دعوة فردية ودعا دعوة جماعية، أتى الناس في نواديهم فكلمهم، وأسر إلى الفراد منهم فدعاهم إلى الله عز وجل، واستغرق الوقت في الدعوة، دعا بالليل ودعا بالنهار، أي أنه استفرغ كل قوته وطاقته ووسعه في الدعوة إلى الله عز وجل. أما كون الناس لم يؤمنوا فليست هذه منوطة بالداعية وليست هذه منوطة بالنبي. وليس معنى أن الداعية قام فدعا بالحق فلم يستجب له أحد أن هذه دعوة فاشلة، لأن هذا اتهام للأنبياء، هذا اتهام للأنبياء والمرسلين، حين يقال أن الرجل صاحب الحق هذا إذا كانت دعوته دعوة الحق وآمن معه قليل أو آمن له قليل أو أنه لم يؤمن به أحد، فليس هذا معنى أن هذه الدعوة باطلة أو أنها ليست دعوة حق، لأن الدعوات لا تقاس بكثرة الأتباع، وإنما تقاس الدعوة بكونها من عند الله سبحانه وتعالى أو جاء بها نبي الله أم لا. فإذا كانت كذلك فهي دعوة حق. ولذلك نجد أن نبيا من الأنبياء كما يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي وليس معه أحد، أي أنه دعا إلى الله عز وجل زمنا طويلا ولم يؤمن به أحد وكانت دعوته دعوة حق بلا خلاف ولا جدال، لأن هؤلاء اصطفاهم الله عز وجل واجتباهم، وأنهم هم الذين يؤدون الواجبات، يعني الأنبياء والمرسلين. فلا يتوهم كذلك أن النبي هذا لم يؤدي واجبه أو أنه لم يقم بالدعوة أو غيرها، لأن هذا إنما هو اتهام لله، لأن الله عز وجل هو الذي اختار الأنبياء وهو الذي اصطفاهم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفاهم الله عز وجل واجتباهم وجعلهم خيرة خلقه. لا يتوهم أن يكون نبيا قصر في الدعوة إلى الله عز وجل، أو أن نبيا جاء بالباطل والعياذ بالله، هذا كفر. الذي يعتقد هذا فإنه يكون كافرا إذا اعتقد أن نبيا جاء بالباطل. فكون هناك أنبياء آمن معه الواحد والاثنين وأنبياء لم يؤمن بهم أحد، دل على أن الكثرة ليست دليلا على الحق، وكذلك القلة ليست دليلا على حق ولا على باطل، بل الأكثرية في القرآن كلها على الضلال والباطل، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فأنت إذا دعوت إلى الله عز وجل وكنت صاحب حق فلا تستوحش الطريق، لا تستوحش الطريق إذا وجدت قلة من السالكين، ولا تغتر
بطريق الباطل إذا رأيت كثرة الهالكين، وإنما عليك أن تسلك طريق الحق ولو كنت وحدك. وهذا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن المسلم لا ينبغي عليه أن يذوب في غيره وأن يذوب في المجتمعات أو أن يغتر بالكثرة أو يستدل بها على أنهم على الحق، وإنما عليه أن يتبع الحق ولو كان وحده، ويسير في الطريق إلى الله عز وجل ولو لم يجد معه أنيسا. فكما يقول العلماء: الجماعة ما كان على الحق ولو كنت وحدك. الجماعة أنت الجماعة وإن كنت وحدك، فإن الجماعة هو ما كان على الحق ولو كان إنسانا واحدا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحكي لنا هؤلاء الأنبياء وكيف أن النبي معه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، مع أنهم قاموا بواجب الدعوة إلى الله عز وجل واستفرغوا الوسع والطاقة. فعلى الداعية أن يبذل لدعوته وأن لا ييأس ولا يقنط ولا ينظر إلى النتائج ولا يستوحش من القلة، بل عليه أن يستمر حتى يلقى الله عز وجل وينظر إلى الواجب المنوط به، وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإبلاغ الحق إلى الخلق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم رفع لي سواد عظيم. السواد هو جمع الناس. ثم رفع لي سواد عظيم فقلت: هذه أمتي. وهذا فيه حسن ظن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمنى على الله أن يكون أكثر الأنبياء تابعا، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، وأمته نصف أهل الجنة كما وعده الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأمة نصف أهل الجنة، مع أن الله سبحانه وتعالى أرسل 314 رسولا و 125 ألف نبي، 125 ألف نبي، وأرسل 314 رسولا، ومع ذلك جملة هؤلاء أتباعهم نصف أهل الجنة، وأتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحده نصف أهل الجنة، وذلك كله يعني مما أكرم الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك تمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون أكثر الأمم تابعا، وهو كذلك صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الأمم تابعا يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذه أمتي. وهذا فيه حسن ظن بهذه الأمة. ولذلك أتى في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني أرجو أن أكون أكثر الأمم تابعا يوم القيامة فلا تسودوا وجهي. قال: فلا تسودوا وجهي، يعني عند الله سبحانه وتعالى بالوقوع في المعصية والمخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الأمم تابعا، ولذلك جاء بعدها: ثم رفع لي سواد عظيم، يعني أعظم من الذي قبله. وهذا السواد الأول كان لموسى، وهذا يدل على أن موسى من أكثر الأنبياء تابعا أيضا يوم القيامة. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته ليست لها مثيل عند العرض على الله سبحانه وتعالى. ثم رفع لي سواد عظيم، يعني أعظم من الذي سبقه، فقيل: هذه أمتك. وفيها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي رواية لأحمد: مع كل 1000 70,000، يعني ما يقرب من 5 ملايين، 4,900,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذه كرامة لهذه الأمة وميزة لهذه الأمة لا توجد في الأمم السابقة. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. ثم دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجرته فخاض الناس في ذلك: من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ قالوا: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على فضل صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها أثر في أصحابه، فإنه رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحبته كانت لها أثر، حتى قال العلماء: الصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا ولو
ساعة مؤمنا ولو ساعة، فانظر أثر هذه الساعة في تأثير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه، حتى أنهم يكونون أفضل الناس بإجماع أهل العلم، أن الصحابة أفضل الناس وأنهم كلهم عدول، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بهم خيرا، فقال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، المد ملء الكفين، ولا نصيفه يعني ولا كف من إنفاق الصحابة رضي الله عنهم. لو أنفقت مثل أحد ذهبا، أحد طوله 3 كيلو متر، أحد هذا الجبل طوله 3 كيلو متر وارتفاعه ارتفاع عظيم وعرض قاعدته كبيرة، وعرض القاعدة كبيرة، فانظر عبد الله لو أنفقت أنت مثل أحد ذهب، أي مثل وزن أحد ذهب، ما بلغت نصف كف من مما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على فضلهم وعدلهم، وعلى أن كل من سب النبي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر أو منافق، لقول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام القرطبي رحمه الله كل من اغتاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدينهم فهو كافر، وهذا قول مالك رحمه الله، أن الله سبحانه وتعالى بين أن الله عز وجل جعل صفة الصحابة هذه الصفات وجعل لهم الصحبة ليغيظ بهم الكفار، فمن اغتاظ منهم لدينهم فهو كافر، ولعنة الله على هؤلاء الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل هؤلاء الروافض الذين يسبون أبا بكر وعمر وعثمان ويسبون أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بقية العشرة سوى علي رضي الله عنه، ويسبون زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء تنطبق عليهم الآية، لأنهم إنما يكرهونهم لدينهم، لأنهم هم الذين انتزعوا ملك فارس من أيديهم، وهم الذين حولوا هذا الملك إلى دين الله سبحانه وتعالى، فاغتاظوا منهم لدينهم فتنطبق عليهم كما قال مالك رحمه الله كل من اغتاظ من الصحابة لدينهم فهو كافر بنص هذه الآية. فالله سبحانه وتعالى رضي عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة، والله سبحانه وتعالى نظر في قلوب أصحابه يوم بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل كتاب إلى قريش يبلغهم فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيغزوهم، أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلامه على ذلك، فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال لا إنه شهد بدرا، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. والأدلة على فضل أبي بكر أكثر من أن تحصى رضي الله عنه، وعلى فضل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وبقية العشر وغيرهم أكثر من أن تحصى، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد لهم بالجنة عليه الصلاة والسلام. والذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مكذب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة إلى آخر ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبلال ائذن له وبشره بالجنة، فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم قال أذن له وبشره بالجنة فإذا هو عمر رضي الله عنه، ثم قال أذن له وبشره بالجنة فإذا هو عثمان رضي الله عنه، قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا هو عثمان رضي الله عنه. ولما دخل
عثمان رضي الله عنه اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته وغطى رجليه فقالت عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر وعمر وأنت على مثل هذه الحالة، فلما دخل عثمان فعلت ما فعلت؟ قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إن أكثر الناس الذين يسبونهم هؤلاء الروافض هم أبو بكر وعمر وعثمان، وهم أكثر الناس الذين جاءت الأدلة فيهم بأنهم من أهل الجنة، بأنهم من أهل الجنة، وهذا تكذيب لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن الصحابة علموا أن للصحبة فضل، فقالوا لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وهذا فضل أيضا، أن الإنسان ينشأ على توحيد الله سبحانه وتعالى، أي لم يكن كافرا فأسلم أو مشركا فأسلم أو له من عمره شرك، أن الله يتوب عليه ويمحو له ذلك. لكن الأفضل منه من نشأ في طاعة الله عز وجل، وشاب نشأ في طاعة الله هذا له فضل عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل وكي بنار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الشفاء في ثلاث: شرطة محجم، وشربة عسل، وكي بنار. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من الأمور التي تؤدي إلى الشفاء بإذن الله عز وجل هي شرطة المحجم أي الحجامة، وشربة العسل، لأن الله عز وجل قال فيه شفاء للناس، وكي بالنار أي أنه أيضا من الأشياء التي فيها شفاء. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وأنا أكره الكي. قال: وأنا أكره الكي. والكراهة لا تنافي الجواز، معلوم عند أهل الأصول أي أصول الفقه وعلماء المسلمين أن الكراهة لا تنافي الجواز، وإنما غايتها أن يكون غيرها أولى، والمكروه إذا فعله الإنسان لم يأثم عليه إذا فعل المكروه، لكن الأولى أن يتركه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا أكره الكي. وفي هذا الحديث قال: الذين لا يسترقون، والمقصود أنهم لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، وذلك لاعتمادهم بقلوبهم على الله سبحانه وتعالى، ولكمال توحيدهم، ولمعرفتهم أن الأمر بيد الله، ولأنهم لا يتذللون لأحد، وإنما يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك أنه يترك الرقية، بل إذا رقى نفسه أو رقاه أحد من الناس بغير طلب فإن ذلك لا يدخل في هذا الحديث، ولا يعني ذلك حتى أنه لو طلب الرقية أن ذلك محرما، لكن غايته أن يكون لا يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يعني لو طلب من أحد أن يرقيه فإنه لا يدخل في 70,000، لكن الرقية ليست بحرام، أي الاسترقاء، ولكنه لو رقى نفسه أو رقاه غيره بغير طلب منه، أي بغير ما يطلب من أحد أن يرقيه، فإنه لا يحرمه ذلك من أن يكون من 70,000 إذا حقق التوحيد. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يسترقون ولا يكتوون، يعني لا يطلبون من أحد أن يكويهم. لكن لو جاء إنسان فدخل فوجد أنه يحتاج إلى كي فكواه دون طلب منه، فإنه يدخل في 70,000 ولا يحرم منه. لا يكتوون ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون لعظم اعتمادهم على الله عز وجل، فإن التشاؤم قدح في التوكل على الله عز وجل. والناس كانوا يتشاءمون بالطير
كانوا يتشاءمون من الطير، ولذلك سمي التشاؤم تطير، فكانوا إذا أقدموا على عمل طيروا الطير، فإذا طار ناحية اليسار تشاءموا فلم يقدموا على هذا العمل، فإذا طار ناحية اليمين تبركوا بذلك وأقدموا على هذا العمل وتفاءلوا به. وهذا ليس في طير الطير يمينا أو يسارا شيء يعلق القلوب به، فإن تعلق القلوب بمثل هذه الأشياء يجعل هناك نقص في تعلقها بالله سبحانه وتعالى، وهذا قدح في توحيد الله عز وجل، وذلك قد يؤدي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يتشاءم من بعض الأيام، منهم من يتشاءم من يوم الأربعاء أو الخميس أو السبت أو غير ذلك، وبعض الناس يتشاءم من بعض الأيام في الشهر، يوم 28 أو 27 أو 19 أو غير ذلك من الأيام، وبعض الناس يتشاءم من إنسان بعينه إذا رآه فإنه يتشاءم منه، أو يتشاءم من حيوان أو من طير أو من شكل معين أو من كلمة معينة إذا أطلقت. والتشاؤم لا يعرفه أهل الإسلام، أي أن أهل الإسلام لا يتشاءمون، لكنهم يتفاءلون بالأسماء، لكنهم يتفاءلون بالأسماء. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه إذا أقدم على أمر أن يسمع يا ناجح، أن يسمع كلمة يا ناجح أو يا سهل أو غير ذلك، فإن سهل عندما أتى يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قالوا هذا سهل. قال أتاكم سهل؟ سهل أمركم. أتاكم سهل؟ سهل أمركم. فكان يتفاءل صلى الله عليه وسلم بالأسماء، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتشاءم باسم، ولا ينبغي له أن يتشاءم بطير ولا يوم ولا عدد ولا شكل ولا موضوع. وكانوا في الجاهلية يتشاءمون من شهر شوال لا يتزوجون فيه، فعقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة في شوال وبنى بها في شوال عليه الصلاة والسلام ليقطع ذلك. وكانوا يتشاءمون من شهر صفر كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا صفر، يعني ليس هناك تشاؤم من صفر، ليس هناك تشاؤم من صفر، فنفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم التشاؤم من الشهور أو التشاؤم من الأيام أو التشاؤم كذلك أو التشاؤم من الأشخاص أو من الكلمات أو غير ذلك، فإنه لا ينبغي أن يتعلق قلب المؤمن بمثل هذه الأشياء، وينبغي أن يكون اعتماده على الله سبحانه وتعالى، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. جملة هذا يحقق التوكل على الله عز وجل، والله عز وجل يقول وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. فالإنسان إذا كان مؤمنا فعليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. وبين الله سبحانه وتعالى أن من صفات المؤمن أنه يتوكل على الله عز وجل، قال وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل أن تأخذ بالأسباب المادية الممكنة التي يمكنك فعلها، ولكن قلبك يكون معتمدا على الله عز وجل. فالتوكل فيه حركتين، حركة البدن وحركة القلب. حركة البدن ينبغي أن تنشغل بالماديات، يعني أنت مريض ينشغل بدنك بالذهاب إلى الطبيب وبأخذ وصفة الطبيب من الدواء والاهتمام بها وأخذها في مواعيدها وغير ذلك من الأشياء، هذا انشغال البدن ينشغل بالأمور المادية. أما انشغال القلب فليس له شغل لا بالطبيب ولا بالدواء. القلب ليس له شغل لا بالطبيب ولا بالدواء، القلب شغله بالله. فهناك شغلين، شغل للبدن، فالبدن ينشغل بالأمور المادية، لكن القلب ينشغل بالله سبحانه وتعالى، لا ينشغل ولا يتعلق لا بدواء ولا بطبيب ولا بغيره، وذلك في كل الأمور. فالطالب يستذكر دروسه ويحافظ عليها ويلخصها ويجعل لها كذا وكذا ويهتم اهتماما بالغا بها ويحفظها حتى يدخل إلى هذه المسابقة أو الامتحان أو غير ذلك فيجيب إجابات نموذجية. فهذه حركة البدن،
أما حركة القلب فهو معتمد على الله عز وجل، لا يحقق له النجاح ولا الفلاح ولا يجلب له الرزق ولا يأتي له بالشفاء إلا الله، وإذا مرضت فهو يشفين. فحركة القلب مع الله عز وجل لا ينبغي لقلبك أن ينشغل بسبب من الأسباب، والناس يخلطون في ذلك، والناس يخلطون في ذلك، إما أن يتركوا الأسباب ويزعمون أنهم يعتمدون على الله ويتوكلون عليه، وهذا خلل، وهذا خلل، فإنه ينبغي أن يأخذ بالأسباب وقلبه ينشغل بالله، وإما أن يعلق قلبه بهذه الأمور المادية، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، إذا جعل أن هذه الأسباب هي التي تحقق النتائج، فإنه يكون قد أشرك بالله عز وجل هذه الأسباب، أشرك مع الله عز وجل هذه الأسباب. فالتوكل على الله عز وجل كما ذكرنا له حركتان، حركة في قلبك وحركة في بدنك، فبدنك مشغول بالأسباب وقلبك مشغول بالله، وقلبك مشغول بالله سبحانه وتعالى. قال: وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادعوا الله أن أكون منهم. وعكاشة بن محصن رضي الله عنه قتل يوم اليمامة في معركة الحديقة، وذلك عندما كان أبو بكر رضي الله عنه يقاتل مسيلمة الكذاب، قتل رضي الله عنه وهو شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد، وكان يقاتل يوم بدر بسيف ظل يقاتل حتى انقطع السيف في يده، أي تفتت السيف في يده، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير سيف فقال: يا رسول الله لقد انقطع السيف في يدي. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فرع شجرة وقال: يا عكاشة خذ هذا فقاتل به. قال عكاشة: فأخذته فانقلب في يدي سيفا طويلا متينا أبيضا، طويلا متينا أبيضا مسلولا، فقاتلت به وظل معي، يعني هذا السيف أقاتل به في كل المشاهد، وظل معه حتى قتل رضي الله عنه يوم اليمامة في معركة الحديقة في قتل مسيلمة الكذاب. وهذا يدل على كرامة هذا الصحابي الجليل عكاشة بن محصن، وإعجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أعطاه فرع شجرة فانقلب في يده سيفا، وكان سيفا مسلولا قاتل به وشهد به كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عكاشة بن محصن: يا رسول الله ادعوا الله أن أكون منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل فقال: يا رسول الله ادعوا الله أن أكون منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا الرجل ليس من السبعين ألفا، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خشي إذا قال له لست منهم أن هذا الأمر يقع في نفسه أو يحزنه أو يغضبه أو يجعله ييأس أو يقنط أو يتراجع عما هو عنده من الالتزام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حسن عشرته لأصحابه لم يقل له لست منهم، وإنما قال سبقك بها عكاشة، أي أني لن أقول لأحد بعد ذلك بعدما قلت لعكاشة بن محصن رضي الله عنه، وذلك من أدبه صلى الله عليه وآله وسلم وحسن خلقه وحسن معاشرته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث الجليل فيه من الفوائد العظيمة، وأعظمها أن من حقق التوحيد، يعني من استكمل توحيد الله عز وجل من كل جوانبه، فإن الله يدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتك وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم ألف بينهم وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود المجرمين. اللهم اقتل اليهود المجرمين بددا، وأحصهم عددا،
ولا تغادر منهم أحدا. اللهم مكن لنا دينك الذي ارتضيت لنا، وبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. اللهم حرر بيتك المقدس من يد إخوان القردة والخنازير. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق، اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان وفي الهند والفلبين وإريتريا وفي بورما وجام وكشمير وفي الصين وتايلاند ونيجيريا وفي كل بقاع الأرض التي استضعفوا فيها يا رب العالمين. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم اجعل لهم شوكة واجعل لهم منعة. اللهم احمي بيضتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.